يا اخوان زي ما حكيت لكم مره ثانيه وثالثه، السيارات اللي هون ممكن نشوفها فعليا سيارات فخمه، سيارات كلاسيك، سيارات نادره. فعنا هنا ال تي 1، واحده من السيارات الجميله جدا اللي بحبهم، سياره كورفيت. هاي السياره فعليا واحده من احلامي، ان شاء الله بيوم من الايام اقدر اجيبها. الشكل الجديد فعليا ما عجبني على قد شكل هذا، هذا السي 7. هذا انتهى اتصور بال 2018 19، مش متاكد، بس نزل ب 2020 يمكن شكل جديد، اشي بهالسنتين هدول مش متاكد 100%. بس بجميع الاحوال هاي بيجي منها كثير نسخ، بس هاي نسخه ال تي 1 هي النسخه الاولى، يعني اول نسخه بتبدا فيها. شوفوا هالجمال من برا، معدل شويه بودي كيت عليها السياره من جوا، فعليا من برا ما فيها ولا اي شيء. هاي هي من جوا السيارة، شوفوا شغال لسه، حتى من شوي شغلت المسجل تبعها وشغالة كاملة من جوا، ما فيها اشي، لساتها بحالة ممتازة. محرك السيارة يا اخواني، هتفاجئكم، محرك السيارة هذا بيجي 8 سلندر، مسكر خليني افتحه. محرك السيارة 8 سلندر 6200، هذا بسموه سمول بلوك كمان، يعني لسه بيجي ممكن كمان يكون، ممكن تلاقي اكيد محرك اكبر. شوفوا هذا هو محرك 8 سلندر، في منه طبعا إزارات أعلى، في سوبر تشارج منه، هذا مش سوبر، هذا عادي. هذا بيعمل لك 450 حصان تقريبا، من 0 ل 100 بتنطلق السيارة بحوالي 4 ثواني وشوي، مش بطال أبدا صراحة بالنسبة للسيارة زي هيك. سيارة الأيرو دايناميك تبعها ممتاز، سيارة واطية، سيارة جميلة جدا للسرعات. فهذه هي جميع الأحوال الكورفيت، الفورد فالكون، هاي الكومارو. وهلا حاب افاجئكم كمان سيارات غريبه لسه موجوده عندنا هناك، مرسيدس وغيره وهي الشغلات. ف يلا خليكم معي. حاب كمان افاجئكم واحده من السيارات، او ثلاث سيارات تحديدا جنب بعض لازم نحكى عنهم. واحد اثنين ثلاث، في عندك ابتداء من مازيراتي قبلي، هاي مازيراتي اللي هي الاربع ابواب صالون تعتبر من مازيراتي، في عليها ضربه من جنب، في انا طلعت على الايرباجز مفتوحة من جوا، مش كتير السيارة متضررة صراحة تتصلح. بس هاي المزراتي تحديدا انا بالنسبة لي ما بحسها فعلا بفخامة المزرات اللي بنعرفها، شوية اقل، وبنفس الوقت السيارة في دروب سعرها مرة واحدة، اول يعني طلع موديلات القديمة شوي دروب السعر بطريقة مش طبيعية. فهذه المزراتي، في عنا الاس، هاي الاس ال، هي 500 يا 350 كشف، مغطينها منيح، احنا مغطينها، في عنا ضربة من جنب، اوكي هاي اس ال 350 برضه. هاي السيارة من السيارات اللي كنت احلم فيهم بالزمانات، كانت هاي السيارة اشي خرافي. بس انا اللي فعلا حزنان عليها اكتر واحدة هاي، عم نحكي عن سي 43. هاي السيارة جدا جميلة، اي ام جي طبعا، كشف كابريوليه بتتسمى، AMG C43، اشي جميل جدا. طالع عم نشوف هنا حادث فعليا بسيط، يعني نشوف حادث، هاي واحد وهاي اثنين، اتصور هاي السيارة زايحة وضربة في الرصيف، والله اعلم، يعني واضح انه ضربة جانبية من عند العجال. فشوفوا من جوا يا جماعة، ما شاء الله شو هالجمال يا اخي، طلعوا ما شاء الله من جوا سيارة جديدة. شوفوا الكراسي، شوفوا التهوية اللي موجودة على الكراسي، شوفوا كراسي مبردة أكيد، الألوان بتخوف، ريحة الألماني مرسيدس بي ام دبليو اودي ما بتغير، مش معقول صراحة، السيارة كتير حلوة من جوا. عم نحكي عن موديلات، هاي موديلات 2015 وطالع اتصور، اللي هي الجيل الأخير هذا، بس مش متأكد هاي تحديدا أي موديل. شوفوا سماعات مريديان، شوفوا شوفوا الازرار، تبريد، التسخين، هاي طبعا نسخه الاي ام جي اصليه مطبوعه هون، مطبوعه على الارضيه، تمام. خلينا نشوف بالله السياره قد ايه ماشيه، استنى شويه، معقول مش عم بستجيب، لازم نسكر الباب. شوف شغله، بالضبط، تخيل السياره ماشيه 48,000 فقط، يعني فعليا لساتها جوا الكفالة فعليا، اذا بنحكي انه اشتراها وكالة ما شاء الله. طيب ايش وضع السيارة؟ هاي محركها يا جماعة 3000 سي توين تيربو،
يعمل لك 350 حصان تقريبا، 50-60 حصان. فيعني السيارة لا تعتبر سيارة قوية جدا، ولكن بالنسبة 350 حصان لسيارة زي هيك ممتازة جدا. هاي مش من النسخ العالية الأداء، بس نسخة ممتازة يعني انك تستمتع فيها. يعني على سبيل المثال هاي 350 حصان تعطيك تقريبا قوة من محرك 3000 سي سي، عم نحكي عم تعطيك تقريبا من قوة التشالنجر ار تي اللي موتوره 5708 سلندر على سبيل المثال، قريبة جدا يعني فرق 20 حصان فقط يعني. فسيارة ما شاء الله عليها جميلة، بس للأسف. خلينا نشوف باقي السيارات وافرجيكم اياها. سيارة الاي اس سيارة محترمة على فكرة، انا جربتها اخر فترة اللي هي الموديل 2021 الجديدة، سيارة كتير كتير حلوة. طيب خلينا افرجيكم هالسيارة، هاي ممكن تزعلكم. عندنا رينج روفر سبورت، يعني السيارة ملتن حرم الرسم. هلا تنشوف من قد ايه الواقفة هاي يا اخوان، واقفة من 5/2 اتصور، هاي 5/2/2020 الها يعني سنة، سنة وشوي واقفة هون. شوفوا شوفوا وضعها متبهدل على الاخر، شايفين؟ لانه هذا كهرباء بيفتح في العادة، فسامعين صوت المحرك. يا حرام يا حرام يا اخوان، هاي رينج روفر مهلولة. شوفوا من جوا، يعني السيارة مش حاس فيها اشي هالقد يعني مستاهل انه يصير فيها هيك يعني. في اوكي في عنا فاتحة الايرباكس، حتى اشوف والله ضربتها يعني يا اخوان والله ضربة عادية يعني. انا عادي ما عنديش مشكلة اخذ سيارة زي ما هيك وبروزها على باب بيتي يعني. السيارة ضربتها جدا عادية. اوكي عنا ضربة هون برضو مش كبيرة يعني، عادية يعني ما مش هالقد، مش عارف. شوفوا من جوا، فأجيك يا من ورا. شوفوا وراءها لسه موجودة فيرست ايد. شوفوا كياس تبعت الاسعافات الاولية لساتها موجودة. نجي نضبهم، حطهم لمكان، نسكر ونطلع. للأسف صراحة هاي السيارة هيك. هات نشوف شو في عنا كمان. سوزوكي سبيشي لانسر، عندها اكورد، ما في اشي فعليا.